السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الطلاب، نعيد عليكم ما توصلنا لآخر محاضرة، كان الكونفوليوشن. نكمل عليه وحتى نكمل المحاضرة الثالثة للفصل الثاني. الكونفوليوشن مثل ما أخذناه سابقا هو يأخذ المصفوفة، ومثل ما هذا المثال، ويضيف لها أصفار من يمينها ومن يسارها وأعلاها وأسفلها. فاللي 3 في 3 صارت 7 في 7. هذه الخطوة الأولى. ثم هذه الخطوة الأولى يضيف صفر يمين صفر يسار وأعلى وأسفل وهكذا لكل رقم، ثم يتحرك من اليمين من اليسار إلى اليمين صف صف، ويستخدم هذا الويندو أو هذا الفلتر. هذا الفلتر يحفظ، والحفظ مالته سهل. المركز مالته واحد، ويمينه ويساره وأعلاه وأسفله نصف، والأركان مالته ربع. يمر بهذا الويندو بالصورة من اليسار إلى اليمين. أول شيء يضرب ذولا، ينتقل صف آخر يضرب ذولا، ينتقل عفوا عمود آخر يضرب ذولا يضرب. فكل المحتويات هذه راح تتغير ما عدا الأعلى واليسار أو اليمين واليسفل واليسار. هذه تبقى البوردر ما لنا علاقة بها، احنا يهمنا الداخل. هذه كلها الأرقام راح تصير تتحرك أو تتغير حسب هذا الويندو. فهذا الويندو مثلا، هذه واحدة من القيم أخذنا عليها مثال، حليناها احنا بالصف، وأنا هسه حليت لكم إياها أيضا، وهذا جزء من الحل، أنه الصف الأعلى واليمين والأسفل واليسار يبقى أصفار ما لنا علاقة به لسهولة الحل. هذا يبقى أصفار ما لنا علاقة به. تبقى هذه الأرقام المظللة هي نفسها القديمة اللي موجودة بالمصفوفة، أيضا ما راح يصيبها تغيير حتى لو نطبق عليها المعادلة. يعني هذه الأرقام هسه، هاي 3، لو ضربنا هذا الويندو في هذه القيم اللي حولها اللي هي كلها أصفار، تبقى بس 3 راح تنضرب في 1 ونجمعها راح تبقى 3. كذلك هذه 5، كذلك هذه 7، وهذه 6، وهذه 7، وهذه 2. يعني القيم القديمة اللي هي مو صفر راح تبقى نفسها، فظللتها حتى تنعرف عندكم. تبقى هاي القيم الأخرى تتم بهذه الويندو. يعني مثلا هذه 4 منين جتي؟ هذا بالأصل أصفار هي بالقديمة، فتجي من 5 على 2 زائد 3 على 2 8 على 2 النتيجة 4. هذه 6 تجي من 5 على 2 زائد 7 على 2 والنتيجة 6، وهكذا لبقية القيم الأخرى. هذا حليناها احنا بالصف أعتقد، وهسه حليت لكم إياها بالأرقام. هذه هي الكونفوليوشن. الطريقة الأخرى في عملية التكبير، أكو طريقة يسموها الكي تايمز أو الكي ميثود. الكي ميثود إنه نكبر الصورة، لكن إحنا مو بالفيرست أوردر والزيرو أوردر، نكبرها بمقدار الضعف دائما. يعني الاثنين في اثنين يصير 4 في 4 أو شيء من هالقبيل. لا، هذه كي تايمز او كي ميثود، انه تكبرها بالمقدار اللي مطلوب منك كي. هذه العملية تتم بالقانون التالي: كي في ان ناقص 1 زائد 1. الكي هي قلنا مقدار التكبير، الان هو الطول او العرض، يعني عدد الرو او عدد الكولومز الموجودة بالصورة. يعني هذه المصفوفة 2 في 3
ايش قد راح يصير؟ راح يصير لو طبقنا الان هي 2 عدد الصفوف، يعني 3 في 2 ناقص 1 زائد 1 تصير 4. يعني الصفوف من 2 لازم يصيرون 4. الأعمدة 3، 3 في 3 ناقص 1 زائد 1 تصير 7. يعني هذه المصفوفة من 2 في 3 تصير لازم 4 في 7. زين، من 2 في 3 إلى 4 في 7 شنو اللي راح نضيفه من القيم داخل هذه المصفوفة حتى نحشيها؟ أولا الصف الأول يبقى كما هو، الصف الأخير يصير بالأخير. بما أنه هي 3 أعمدة لازم يصيرون 7، يعني الأول يبقى بمكانه والآخر وينضافون بيناتهم 2، هنا 2 وهنا 2 حتى يصيرون 4. شنو القيم اللي تنضاف بهم؟ تنضاف بالطريقة التالية: ناخذ القيمة الأولى اللي هي 130 هنا، والقيمة الثانية اللي هي 160، نطرحهم وناخذ الابستراكت مالتها، ناخذ القيمة المطلقة سواء كبير من الصغير صغير من الكبير، ناخذ الابستراكت. فهنا 160 ناقص 130 فرق 30، نقسمها على الكي اللي عندنا بالصورة فتصير 10، يعني نسبة الزيادة هي 10. فمن 130 إلى 160 لازم ينضاف عموديًا أو قيمتين بمقدار زيادة 10، يعني 130 140 150 160. ولو كانت 160 هنا تصير عملية تنازلية، لكن هنا الأولى الصغيرة والثانية الكبيرة فتصير تصاعدية. كذلك بين 160 و 190 أيضا مقدار زيادة 30، فصارت مقدار زيادة 10 10. طبعا أتذكر أني كل زين أنه بالشعب احنا حلينا أكثر من مثال بتصاعديات وبتنازليات الأرقام. كذلك أسأل الرقم 160 إلى 190 أيضا فرق 30 وزيادة 10، بين 190 وال 220 أيضا الفرق 30 وزيادة 10. هسا هذه ضفنا الأعمدة. زين، هسه عدد الصفوف هاي اللي 2 صارت 4، هذه القيم منين تجي؟ ايضا بنفس الطريقة لكن مو المتجاور الاسفل. فال 130 وال 160 ايضا فرق 30 فالزيادة 10 10، ال 140 وال 170 لان ساعد 140 وال 150 وال 170 180 صاروا اساسيين دولة، فايضا ينحسبون. 140 إلى 170 فرق 30 فالزيادة أيضا 10، 150 إلى 180 كذلك هذه الزيادات، وبالتالي زادت المصفوفة كبرت مثل ما قلنا هي opposite of zooming أو هنا تم عملية التكبير. نجي إلى الطريقة الثانية اللي هي shrink. shrink هنا هي عكس عملية الانلارج. الانلارج معناه التكبير، هنا العكس مالتها هي عملية التصغير. تصغير الصورة بمعنى تقليل حجمها وتبقى فقط region of interest. هذه تتم بثلاث طرق: الافرج والميديان والديسيميشن. هذه الطرق تاخذ مصفوفة 2 في 2 دائما وتشتغل عليها. راح نشوف شلون تتم على مثال. مثلا عندنا هذه الصورة اللي هي 2 في 2. الافرج مالتها، الافرج كنا نعرفه انه ياخذ الارقام يجمعهم ويقسمهم على 4، فالواحد والستة والثمانية والتسعة المجموع 24 على 4 تطلع 6. يعني هذه الاربع ارقام يحل بدالها رقم واحد اللي هو 6. لو كانت مصفوفة كبيرة مثل ما راح ناخذ مثال، أيضا كل 4 ينحذفون ينحط بدالهم رقم 1. بالميديان كذلك ناخذ الأرقام نصفطهم تصاعديا أو تنازليا، المعروف هو تصاعديا لكن ما يهم، نخليهم تصاعديا بما أنه ناخذ الميديان يعني الحد الوسط مالتهم، هم 4 أعداد ماكو حد وسط، إذا ناخذ اليمين واليسار الثاني والثالث
نجمعهم نقسمهم على اثنين ويكون هو الحد الوسط اللي هو 7. يعني هذه المصفوفة تحل بدالها رقم 7. الديسيميشن هي عملية حذف بدون عملية رياضية، يعني ياخذ هذا الصف يحذفه، هذا العمود يحذفه، شو يبقى؟ فقط هذا. فياخذ الصف الأول والعمود الأول، تبقى فقط هذا العدد واللي هو 9. فيحل بدل هذا الصف أو هذه المصفوفة تحل الرقم 9. ناخذ مثال آخر سويت لكم إياه هنا، هذا مثال مصفوفة كبيرة أيضا نسوي لها ميديان. الميديان مالتها كل 4 راح يصير الرقم، فهذا الأربعة الأولى اللي هي 15 20 20 21 ميديان مالتهم هو 20، فراح تصير هذه 20 بدال هذه 4. كذلك هذه 4 21 25 25 30 الوسطي مالتهم هو 25، ثم هذه 21 21 او 20 21 21 25 والوسط مالتهم راح تتم 21. يعني طبعا احنا كل 4 راح ناخذهم كانه نحذفهم، يحل بدالهم رقم 1. هذا العدد او هذه المجموعه راح تصير بدالها 25، هذه المجموعه راح بدالها 20، وهذه المجموعه بدالها 22. هذه بطريقة الميديان. بطريقة الديسيميشن هذول 4 راح ينحذفون ذول 2 وذول 2 راح يبقى 21، نزل 21. هذول 4 الثانيين ينحذف الأول والثاني راح تبقى هنا فقط 25. الثالث ينحذف هذا وينحذف هذا راح يبقى 21. هذول 4 راح يبقى بدالهم 25، هذول بدالهم راح يبقى 15، وهذول راح يبقى 25. هذه هي عملية الشرينكينج مثل ما أخذناها عملية تصغير الصورة. واضحة شبابنا؟ وراح نعاود وياكم بمحاضرة ثانية ننقل بقية الطرق. شكرا لإصغائكم.